وحول هذا الموضوع معنا عبر الهاتف من القاهرة الدكتور طارق فهمي، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة. مساء الخير دكتور طارق. ودكتور، يعني كيف ما هي قراءتك حقيقة للوضع الاقتصادي الإيراني في ظل تردي العملة وقرب تطبيق الحظر الأمريكي عليها؟ بالتأكيد يعاني الوضع الاقتصادي في إيران من حالة من التأزم الشديد، برغم محاولات إنكار النظام ذلك، لكن كل الشواهد والمؤشرات تشير إلى أن الاقتصاد يدخل في نفق ويدخل في سرداب عميق. طبعا الإجراءات الأمريكية الخاصة بمنظومة العقوبات ستزداد طبعا تأثيرا كبيرا في الفترة المقبلة على أنماط الاقتصاد التشغيلي وأنماط الاقتصادات الكلية والجزئية في هيكل الاقتصاد الإيراني في قلب الاستراكشر نفسه، لأن هناك طبعا خلل كبير ما بين نسب النمو والقدرات التشغيلية وبين قدرة الجذب على الاستثمارات الخارجية. نعم. بالإضافة إلى تردي وضع العملة الوطنية، فبالتالي كل دي مشكلات هتلقي بأثرها على نمط حياة المواطن، وبالتالي هتتأثر سياسات الأجور، سياسات المالية والنقدية، بتشهد حالة من التدهور الكبير. يعني كل ده هيتم خلال 3 أشهر المقبلة. نعم. بعد تفعيل نعم. منظومة العقوبة. طيب دكتور، في ضوء هذه الأوضاع المأساوية، كيف ترصد مسار الانتفاضة الشعبية المستمرة ضد سياسات النظام الإيراني؟ بالتأكيد حالة الضغوطات على الداخل ستلقي بتبعاتها على إحساس المواطن بأن الخيارات تضيق أمامه، وبالتالي من المتوقع أن تزداد حالة الاحتقان في الشارع ولدى قطاعات من الرأي العام، ولن ينفع معها حالة التمكيل بالمواطنين الإيرانيين أو ملاحقتهم أمنيا واستخدام القوة والعنف في إسكات الشارع الإيراني. هناك حالة احتقان ستزداد طبعا بطبيعة الحال نتيجة للتداعيات الاقتصادية اللي أشرت إليها، وبالتالي القضية ليست في تحمل النظام هذه الضغوطات، ولكن بطبيعة الحال في ظل يأس النظام وعجزه وفشله في إدارة الأوضاع الداخلية، ومع تفعيل برنامج ونظام العقوبات فيكون هناك أثر على الداخل الإيراني، وأعتقد ستكون هناك يعني مواقف مباشرة من قبل قطاعات الرأي العام الإيراني، خصوصا في هذا الوضع المتأزم. يعني ستستطيع قدرات الداخل الإيراني التعامل مع هذه الحالة، وطبيعة الحال ستزداد المواجهات وستزداد معها أيضا استخدام العنف والقوة من النظام الإيراني لإسكات صوت الشعب الإيراني المطالب بحقه في الحياة، خصوصا وأنه التدخلات الإيرانية في الإقليم كلفت الاقتصاد الإيراني الكثير. نعم. كان لها أثر كبير على الأنماط الداخلية وكان لها تداعيات كبيرة. أنا أعتقد أنه سيكون الرأي العام الإيراني الداخلي موقف آخر ورأي آخر في هذا التوقيت، خصوصا مع تفعيل منظومة العقوبات على إيران سواء على المستوى الداخلي أو على مستوى الشركات. نعم، من القاهرة دكتور طارق فهمي، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، شكرا جزيلا لك.